نرحب بكم هذا اليوم في إطلاق حملة نسك 15 الذي تطلقه جمعية رأفة لرعاية الأيتام بمحافظة بيشة ضمن مبادرة أجاويد 2 التي أطلقتها أمارة منطقة عسير برعاية سمو أمير منطقة عسير. تم العمل لها من قبل أشهر حيث تم تحديد فرق العمل وتم اختيار أعلى وأجود مواصفات في النقل في الإقامة في الوجبات وفق فرق عمل تعمل على مدار الساعة حتى يتم بإذن الله الانتهاء من هذا العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الإخوان والأخوات المعتمرين. اليوم إن شاء الله انطلاق نسك 15 ضمن مبادرة أجاويد أيتام بيشة ضمن مبادرة أجاويد 2. إن شاء الله تعالى بنطلق أكبر حملة عمرة إن شاء الله تعالى على مستوى بيشة وعلى مستوى جمعية أيتام بيشة رأفة. تم اختيار وسيلة النقل بمواصفات معينة وتم تجهيز هدية المعتمر ووجبات الإفطار ونسقنا مع الجهات أيضا في الطريق إن شاء الله تعالى في نقطة وصول في محافظة الطائف كاستراحة ووجبة سحور. تم اختيار السكن أيضا وفق مواصفات معينة. نسأل الله التوفيق ونسأل الله القبول. نحمد الله عز وجل على أن يسر لنا هذه العمرة. الشكر لله عز وجل أولا ثم الشكر لمن قام على هذا المشروع الخيري. نسأل الله أن يكتبها في ميزان حسناته. تم الآن توزيع الوجبات على كل باص والهدايا ونشكر المشرفين والداعمين لهذه الرحلة والجمعية.